للتعليق على كلمة محمد توفيق علوي، ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان الكاتب والمحلل السياسي الدكتور عبد القادر أنايل. أهلا بكم دكتور. أهلا وسهلا بكم، وأسعد الله مساءكم ومساء مشاهديكم الكرام. كيف تقرؤون كلمة محمد توفيق علوي؟ تأتي كلمة محمد توفيق علاوي بعد إيقانه بفشل ميليشيات مقتدى القبعات الزرقاء وكل الأطراف الحكومية في قمع ثورة تشرين أو إسكاف صوتهم الرافض لتوليه وتكليفه لمنصب رئيس الوزراء، لا سيما أننا على أعتاب الساعات القادمة سندخل في مليونية جمعة الرفض المخصصة من قبل المتظاهرين لرفض محمد توفيق علاوي وإرهاق القبعات الزرقاء يوم غد. لذلك بعد إيقانه أن القضية لن تنجح ولم تنجح وهناك حقيقة وقفة صلبة للعراق، خرج بهذا الخطاب يدعي أنه ضد استهداف المتظاهر الذي هو جريمة دولية، لأن المجاز القمع التي قمعت كلها كانت إرهابا منهجا بطريقة واضحة تماما ليبرئ. أما طريقة أنه يلوح بالاستقالة فهذا يعلمها الشعب العراقي والمتظاهرين، ان تلويح محمد بالاستقاله لانه اليوم نشبت خلافات بينه وبين مقتدى الصدر كبيره على منصب وزير النفط في حكومته. سنتحدث عن تلويحه بالاستقاله، لكن قبل ذلك الى اي مدى يعد اعتراف علاوي باستمرار عمليات القمع المرتكبه ضد المتظاهرين؟ يعد ذلك دليلا على عجز الحكومه التي لا تستطيع ولا تتمكن من السيطره على هذه الميليشيات. ليس عجز الحكومة، هو اعتراف نعم، لأنه لا أحد يستطيع نكران ما يجري من عمليات انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، وهم يوثقون على أنفسهم والمتظاهر والإعلام يوثق بطريقة واضحة، فضلا عن الحوادث التي ينتج عنها شهداء وجرحى بيد هؤلاء. لذلك هو اعتراف بمشاركة الحكومة وأجهزتها القمعية في عملية قمع المتظاهرين وقتلهم وإبادتهم والسماح بهؤلاء القبعات الزرق وغيرهم من الميليشيات باستهداف المتظاهرين، وإلا لماذا لم يتدخل أي جهاز أمني لكبح دماء هؤلاء أو طردهم من الجامعات أو من الشوارع أو إلقاء القبض عليهم؟ هل هي في بيانات استنكار بأداة تنفيذية؟ ثم لو كان صادقا لذهب إلى رئيس الجمهورية الذي يعتبر ضمن المادة 81 من دستورهم الحالي أنه هو الذي يتمتع بقيادة الأجهزة الأمنية لعدم وجود رئيس وزراء ذو صلاحيات، لماذا لم يذهب إليه الذي كلفه ويطلب منه أن يستخدم صلاحياته في إصدار أوامر مسددة إلى القوات من الجيش وغيرها الحكومية في إلقاء القبض على القبعات الزرقاء التي تستهدف المتظاهرين؟ لذلك هم يكذبون ويتحايلون بهذه القضية وكلهم مشتركون بهذه الجريمة. نعود للاستقالة، ما مدى استعداد علاوي للاستقالة فعليا باعتباره أشار لذلك في حال استمرار العنف ضد المتظاهرين؟ علاوي لوح بالاستقالة ليس لأن هناك قمعا للمتظاهرين، بل هو بالعكس، هو كانت هناك اتفاقا مبيتا بأن مقتدى يقمع وميليشياته يقمع المتظاهرين الرافضين لتوليه، ثم هو يتولى رئاسة الوزراء بدون وجود تظاهرات، لكن فشلت هذه القضية. فبالتالي هو تلويحه للاستقالة في خطابه لهذا اليوم لأن اليوم هناك خلافا حقيقية بينه وبين مقتدى الصدر، مقتدى الصدر يريد الاستحواذ وترشيح شخصية لمنصب وزير النفط، وبالتالي هناك ضغط على محمد علاوي من قبل إيران وبعض الأحزاب وتحديدا محمد رضا الثاني الذي هو يتولى تسوية وزير النفط منذ 2003 إلى يومنا هذا في كل الحكومات على هذا المنصب، وبالتالي استهدف مقتدى الصدر لمحمد توفيق علاوي، وهذه مصادر مقربة تماما، إذ لم يمرر في كابينته الوزارية وزير النفط الذي يريده الصدر فإنه سيتم مواجهته للاستقالة. لذلك بين هذا الضغط الذي يكون على محمد توفيق علاوي لوح بالاستقالة لكنه لم يلوح بها بكلمة الصدق أو بما يجري عليه، لوحها بحجة أنه يريد إنصاف المتظاهرين، وهذا كله يجري للتضليل العام ليس إلا. ما مدى جدية علاوي لما تعهد في كلمته بمحاسبة المتورطين في قتل المتظاهرين السلميين؟ أولا نقول له ولغيره، ما هي الأدوات التي يمكن من خلالها أن يحاسب
هؤلاء المتورطين المشروفين والمعروفين بدماء المتظاهرين ودماء العراقيين. بالتالي هو لا يمتلك سوى الأجهزة الميليشياوية التي هي بنفسها تقتل المتظاهرين. فهل هذه الأجهزة التي سيصدر لها الأمر ستعتقل منتسبيها الذين قتلوا المتظاهرين؟ الجواب كلا. إذن هو لا يمتلك أي خارطة سياسية يمكن من خلالها أن يحاسب هؤلاء المتورطين بالدماء، فهو نتاج عن أحزاب فاسدة، أحزاب وميليشيات دموية، وهو مرشح لتلك الأحزاب والميليشيات، فكيف له أن يخرج عن طورها أو أن يحاسبها؟ وبالتالي لا يمتلك الأدوات حتى وإن كان صادقا. شكرا جزيلا لكم الكاتب والمحلل السياسي عبد القادر نايل، كنت معنا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان.